يذكر أن الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه جاءه رجل وقت صلاة العشاء وقال: يا سيدي الشيخ، إني صاحب مال، عندي شوية دراهم، وهناك عندي صرة من المال وضعتها في مكان ونسيت هذا المكان، مانيش عارف، عندي صرة فيها بالك واحد مليار واش كان، وضعتها في مكان معين خبيتها فيه ونسيت. الله، كيف استرجع مالي هذا؟ الإمام لازم يفكر له درك، يدير له حل هكذا، ما فيهاش حلال وحرام وجايز وممنوع وغير. فكر الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الحل، قال فلان، قال حين ترجع إلى بيتك نم قليلا، ارتاح شوي ساعتين ولا شكل، ثم توضأ، قم وتوضأ وصلي لله عز وجل ركعات، لعل الله عز وجل ينظر إليك بعين الرحمة ويذكرك بمكان مالك وتسترجع هذا المال. خلاص، رجع الرجل لبيته وقام كما أوصاه الإمام أبو حنيفة في الليل، بمجرد أن كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر وقرأ الفاتحة قبل ما يبدأ السورة الثانية، أتفكر من هدرة جاهد الشيطان، قال نسيت وش بك، ألم تذكر أن درامك في المكان الفلاني يوم كذا يوم كذا كذا؟ فكر له، فرح الرجل، سلم، ما كملش الركعة، ما كملش الركعة، أي وراح يجري ووجد السرة وبقي ينتظر صلاة الصبح، وجاء للإمام رضي الله تعالى عنه، الإمام أبو حنيفة، قال: أبشر أيها الشيخ، جزاك الله خيرا، صلحت وصيتك ووجدت مالي وفرحت بذلك. ضحك سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، قال له: راني كنت أعلم أن الشيطان لا يتركك تتم ركعاتك مع رب العالمين، فسلم عليك. قال: بصح ليتك غلبت الشيطان ما دام استرجعت مالك، شكرت الله عز وجل بصلاة ركعتك. قالوا: ما خلانيش الله، ذهب لي شد. إذا عاود مرة أخرى: فبما أغويتني لأقعدن لهم.